معنا من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية دكتور حسام فاروق، أهلا وسهلا بك دائما معنا دكتور حسام. الأنظار تتجه اليوم إلى القاهرة وإلى ما يمكن أن يرشح من هذه الاجتماعات نظرا لهذه المبادرة المصرية الشاملة على مراحلها الثلاثة. ماذا برأيك يمكن أن يتحقق اليوم بظل ميدان لا يزال ملتهب وبظل طرف ثاني أيضا يصر على تحقيق الأهداف التي وضعها منذ بداية هذه الحرب؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو بداية حتى يعني ندقق ما يقال في الإعلام في الأيام القليلة الماضية، القاهرة أمس فقط أعلنت أنها على لسان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السيد ضياء رشوان أن القاهرة قدمت مقترحا وليس مبادرة وتنتظر الردود. المقترح تضمن ثلاث خطوات تبدأ بهدنة وتنتهي بوقف كامل لإطلاق النار. المرحلة الأولى تبادل أسرى في يتضمن هدنة تبدأ 10 أيام إلى أسبوعين، 40 أسير من الإسرائيليين من النساء وكبار السن والقُصر والمرضى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التوافق عليه. المرحلة الثانية تبادل المجندات مع وتسليم الجثث مقابل أيضا عدد يتم الاتفاق عليه. المرحلة الثالثة والأخيرة وهي إطلاق حماس لسراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق حماس ل أسرى فلسطينيين الموجودين، إطلاق إسرائيل لأسرى فلسطين الموجودين لديها تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار وعودة النازحين وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة. وهذه المرحلة الثالثة هي منطقة الخلاف لدى الجانب الإسرائيلي. كان قد يعني تردد في الإعلام لا سيما الإعلام الإسرائيلي وربما تسريبات، وأنا أقول أنها تسريبات متعمدة، أن هناك حديث عن تشكيل حكومة تكنوقراط. ربما هذا التسريب يعني كان يهدف إلى فكرة إثارة البلبلة. اسمح لي هنا بالضبط. الإعلام الإسرائيلي وتحديدا القناة 13 الإسرائيلية وموقع ولا وبعض المواقع الإسرائيلية المحسوبة على اليمين الإسرائيلي رددت أن القاهرة تطرح مقترحا لتأسيس إنشاء حكومة تدشين حكومة تكنوقراط وأن يتم هناك توافق. وأيضا هذا ربما لإحداث بلبلة في الداخل الفلسطيني بين الفصائل وبين السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية أعلنت أنها تقبل المبادرة المعدلة. الدولة المصرية أمس أيضا على لسان رئيسها التعامات قالت أن مصر ترى أن مستقبل قطاع غزة شأن فلسطيني سيتم التوافق عليه بين كل الأطراف في القاهرة. القاهرة ترحب بأن تكون دار توافق. أيضا قالت القاهرة أنها استمعت لكل الأطراف ثم قارنت ما استمعت إليه بالوضع الميداني والوضع الداخلي لدى كل طرف من الأطراف ولدى الشركاء، ومن ثم قدمت مقترحا تنتظر الرد. فيما يخص حماس قالت أنها منفتحة على أي حلول لوقف، على أن تكون وقف لإطلاق النار قبل أي صفقات. السلطة الفرنسية رحبت بالمقترح المصري ولكن حتى الآن ليست هناك ردود رسمية. نحن اليوم ننتظر، يقال أن وفد من حماس يأتي القاهرة اليوم من المكتب السياسي لحركة حماس لمناقشة المقترح وتقديم ملاحظات. تم تسريب ما يحمله الوفد ربما على فكرة صفقة تبادل الأسرى وأن تكون هذه الصفقة ليست بنفس المعادلة التي تمت في أواخر نوفمبر الماضي اللي هي 3 مقابل كل أسير. أتخيل أن 1-3، أتخيل أن حماس تريد أن تغير هذه المعادلة. أيضا حماس ليس يعني لا تأمن الجانب الفلسطيني وتؤكد على أنها تريد ضمانات لفكرة وقف إطلاق النار. فيما يخص الجانب الإسرائيلي نقلت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أيضا محسوبين على الليكود ما وصفته بمبادرة لتبادل رهائن. ولاحظي حضرتك الدقة في استخدام المصطلح، لم تقل مبادرة لوقف إطلاق النار،
قالت مبادرة لإطلاق الرهائن، وقالت أن العلة في البند الثالث من المبادرة أو الخطوة الثالثة، وهي إيه؟ وقف كامل لإطلاق النار، خروج انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، عودة النازحين. وقالت أنه ليس بالإمكان بالمرة تحقيق هذا الهدف في ظل، وهذا أيضا أنا أعتقد أن هذا الكلام منطقي في ظل تصريحات نتنياهو وتصريحات يوآف جالانت، تصريحات بني جانس، حتى تصريحات الأخيرة لوزير الدفاع السابق في دور ليبرمان على اكس، لما قال انه اننا نعمل شريط حدودي مع او نمحو محور فيلادلفيا، وبالتالي يتحرك الفلسطينيين الى غزه توعيه. لا شيء اسمه هجره توعيه، هذا مخطط، لا شيء اسمه هجره توعيه. لذلك في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله ملك الاردن قبل يوم او قبل يومين تحديدا، القمه التي عقدت في القاهره، قال انه هناك رفض كامل لاي مسمى تحت مسمى هجره توعيه، هجره قصريه، كل هذا مرفوض مؤقتة. مرفوض تصفيه القضيه الفلسطينيه. الدوله المصريه طبعا تتوافق مع الاردن على ان هناك مخاوف في ظل تصريحات غير رسميه منسوبه لمسؤولين محسوبين على نتنياهو وحكومه ايضا. يعني هناك مثلا ديفيد هاريتسي، ده واحد عضو ليكود مقرب من نتنياهو، تحدث ايضا عن انه ما الذي يحدث اذا اخذت كل دوله 10,000 من الفلسطينيين، ما الذي يحدث اذا فتحت الحدود، حكمات تتحدث عن انه هذه الارض ارض يهوديه مقدسه وعلينا ان نستعيدها، ليبرمان يتحدث عن هجرة، مخططات إسرائيلية تخرج على شكل تسريبات، إذن هناك نية لهذا التهجير. طيب الواقع الميداني حضرتك، هل مثلا ما الذي يحدث في غزة الآن؟ غزة تدمر، وهذا الدمار في تصوري أنا كباحث في العلوم السياسية، هذا الدمار هو إنهاء البنى التحتية في غزة، معناه اتركوا غزة، يعني ليس له معنى غير ذلك. الحديث بقى عن انهاء حكم حماس، ملاحقة قيادات حماس، هذا الحديث حديث يعني الحقيقة يعني غلاف لهدف آخر، وهو تدمير قطاع غزة حتى لا تصبح زي ما حضرتك تفضلتي غير قابلة للحياة، لم تعد هناك غزة. ومن ثم ما الذي سيفعله الفلسطينيون؟ اخرجوا بعيدا عن غزة. فأنا أتصور أنه هذه الفرصة التي تتاح للقاهرة التي تتاح في القاهرة للأطراف الفلسطينية هي فرصة مهمة جدا، إذا توافق الداخل الفلسطيني على الإمساك بيد من حديد بهذا المقترح، لأنه سيضع الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق، أو على الأقل سيجعلها مضطرة إلى قبول ما تسفر عنه هذه المبادرة وأولها نتائج الانتخابات الفلسطينية لاحقا فيما يخص الوضع في غزة بعد الحرب. اليوم الولايات المتحدة على خلاف مع الرؤية الإسرائيلية فيما بعد الحرب، الولايات المتحدة أعلنت صراحة أنه هناك مكان للسلطة الفلسطينية بعد إنهاء الحرب. إسرائيل ونتنياهو قال لك لا وجود للسلطة الفلسطينية، ومن ثم هذه منطقة الخلاف هذه ربما تجعل الولايات المتحدة تقف في منطقة قريبة من مقترح القاهرة ومن توافق الشأن الفلسطيني الداخل الفلسطيني الفلسطيني. شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من القاهرة، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية دكتور حسام فاروق، شكرا جزيلا.